Back to where it is, كوتش عبد الله معاكم. يوم عادي بالمكتب او يوم ثاني بالمكتب. حاليا متوجه الى الدوجو وراح اسوي التمرين اللي انا ما احبه. يعني يمكن بالنسبه لي هذا اكره تمرين. يعني هالموفمنت هذا بالنسبه لي اكره موفمنت، ما احب التمرين، بس بسويه لانه ضمن البرنامج الرياضي وفوائده ادري انها قويه جدا، فبضطر اني اسويه. فخلنا نشوفكم بعد لما اوصل الدوجو. اوكي، متواجدين الحين بالدوجو. راح نبلش اول شيء وورم اب، نجهز نفسنا خصوصا مع هالتمرين هذا اللي اكره تمرين، ان لازم تسخن صح، لازم تشغل عضلاتك صح، تهيئ نفسك صح، بما انه هو تمرين مو سهل، مو صعب بس بالنسبه لي مو سهل، او يمكن بالنسبه لي من اكثر التمارين اللي اشوفها متعبه. راح اقول لكم السبب، بس خلينا ندش الورم اب. بس انت الحين تلاحظ اني قاعد اسوي لور بادي وورم اب، قاعد اسخن تمرين ريول. فالتمرين الخايس او الكريه اللي ما احبه هو تمرين ارجل. خلنا نكمل وورم اب عشان نبلش التمرين. اتوقع عارفين شنو هو التمرين لحد الحين، ما ادري اذا عارفينه ولا لا، ولكن لازم اجهز نفسي لان راح شويه امسك الاوزان في التمرين. اوكي، انا عاده هو المفروض، يعني المفروض انت ما تلبسه فوق البنطلون، تلبسه على الركبه دايركت، بس يمكن ان عضلات هي اللي كبرت فصار صعب ان البسه. ثاني شيء البنطلون ما ادري انه خام يمكن، فسهل عمليه الدخول بسرعه. بس طبعا هذا يعني يعتبر نيسليز حق التمرين، مو حق البطولات او اي شيء، حق التمرين لا بأس. وطبعا حذاء خاص حق التمرين القادم. اوكي، إذا التمرين اللي راح أسويه هو اللي في بالك فانظر شوي، لأنه يمكن مو هو اللي في بالك. حيا. أوكي، مثل ما تشوف الراك جاهز، البار أيضا. التمرين هو الآتي: فرونت سكوات. أوكي، إذا حسبالك باك سكوات أو سكوات اللي متعودين عليه، لا، فرونت سكوات. فرونت سكوات اللي هو هذا.
اوكي ورم اب فرونت سكوات. ليش هذا التمرين اللي اكرهه؟ ليش بالنسبه لي هذا اكره التمرين؟ خل ازيد وزن، خل ادش جوله عشان اقول لك ليش. السبب طبعا يعني اسباب شخصيه، بس يمكن لاحظت في كذا شخص ممكن يحوش نفس الشيء. السبب اللي خلي فرونت سكوات بالنسبه لي كريه انه هو صعب، وايد صعب، مختلف تماما عن الباك سكوات. الفرونت سكوات طبعا ميزته اول شيء انه هو ينزلك تحت غصبا عليك، يعني اذا انت تخاف انك تنزل ديب بالباك تقدر تتحكم، بالفرونت انت ما في مجال، لازم تنزل ديب. اوكي ما تقدر تنزل الا مو ديب او ان شكلك مو مسوي سكوات كلش، لان البار بما ان الفرونت صعب راح يفضحك اذا ما تقدر تنزل ديب. اوكي ثاني شيء، لازم بار هني، لازم البار خانقك فوق، يعني هذا اذا انا سويت اكتاف كذي البار لازم فوق الكتف. اوكي فراح يخنقني الخنقه هذه مع النزول، واساسا ما في انت كامل النفس وتبي تتنفس، وبالتكرار راح يخليك تتعب بسرعه. رقم ثلاثة، ما ادري ليش يعني هالتمرين هو ميزه اكيد، يعني انه يشغل المعده وايد وايد، يركز على المعده حيل حيل، يعني المعده احس اني كاني مسوي كرانشز وايد، عرفت؟ هذا اللي يخليني يعني هالتمرين اكره. واخر شيء يمكن انه ما اقدر اشيل فيه اوزان مثل الباك سكوات، يعني سكوات اذا كنت اطق 200 هني زين، اذا طقيت 140 وايد زين. ما ادري يمكن اذا انت تواجه نفس المشكله او يمكن اوزانك احسن بالفرونت سكوات من الباك سكوات، اكتب بالكومنت خلينا نشوف شنو خبرتكم او شنو تعليقكم عن تمرين الفرونت سكوات. الحين بديش اول جوله عندي قرارات. في شغله بعد مهمه، انا اساسا ما عندي مرونه بالرزق، يعني الرزق عندي الظاهر مع تقدم عمر الرزق عندي المرونه قلت. اوكي فبالنسبه لي هذه الحركه وايد صعبه، وايد صعبه، راح يصير وايد بريشر، يعني لو البس ضبابات لو اسوي تمارين مرونه اي شيء اسوي حق الرزق خلاص. رقم اثنين، اذا عندك بايسبس كبير ايضا راح يعيق لك الحركه. اوكي انا ما احب البايسبس، بس يمكن نوعا ما البايسبس كبير، فهذا السبب اللي يعيق الحركه. ولكن انا دائما اسوي الكروس، يعني استبدل الكروس. وفي شيء غريب بعد، لما اسوي كروس يشتغل بايسبس وايد، ما ادري اذا يشتغل، بس هني وايد يشتغل كاني شايل اوزان عالي. anyway الجوله الثالثه راح اروح 100 طقه، لا سوري 100 كيلو، 3 طقات. اخر شيء راح اسوي تيست اشوف كم ادش ماكسيموم، مو ماكسيموم يعني خلينا نقول 90% فرونت سكوات طقتي. الجولة ما قبل الأخيرة الحين 120، بعدها راح أدش 140، 120 راح أدش 3 ريبس و 140 2 ريبس. إذا كانت سهلة فراح أروح 140. أوكي هو مثل يعني أنا ليش أكره التمرين هذا؟ لأن مضطر أسوي كروس، مضطر أسوي، ما عندي مرونة، أخذ نفسي، تمرين صعب، ما أقدر أشيل فيه أوزان وايد، بس في النهاية هذا تمرين وايد بالنسبة لي قوي وما أضيع، يعني لازم يكون موجود في جدول الرياضي، لأنه يركز وايد على الكوات، قوة العضلات الكوات، يركز على ثراسك وكفتك هذه. رغم أن أنا مسوي كروس فعلا صح، في فرق لما أنت تسوي كروس شوية مسكر على البار، أوكي غير لما أنت تسوي كلين جريب. كلين جريب أفضل لك طبعا إذا عندك المرونة، على أساس أنت تسوي السكوات وأنت فاتح ظهرك،
العمود الفقري مرتاح شوي اكثر. بس you gotta do what you gotta do, okay? نلبس الحزام. Let's do this. اوكي شكله 140 ما راح تصير. فكرت فيها خلنا تدريجي صح, بما ان تمرين كري خلنا نسوي تدريجي, يمكن يوم من الايام احبه. كانت طالعة بس هذا بسبب ايضا يخليني اكره التمرين, انه من يعرق التيشيرت يبدي البار اللي يزلق يتحداك انه يزلق. anyway هذا كان فرونت سكوات, نكمل الحين تمرين الباقي, اشوفكم.